اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه واحسن حال. حلقه النهارده من الحلقات المهمه جدا، لاني هتكلم فيها عن موضوع مهم وشاغل تفكير ناس كتير. كلنا عارفين ان الفتره دي اهم فتره، ولازم ناخد بالنا جدا من المناعه بتاعتنا، لان كل ما المناعه بتاعتك بتكون ضعيفه كل ما الجسم بتاعك بيكون معرض بشكل كبير وخطير لاي فيروس. مش بس بيكون معرض، ده كمان مش بيكون عنده القدره ان هو قوم نهائي، وبالتالي طبعا الحالة بتسوء بسرعة. علشان كده لازم اخد حاجة تساعدني وتقوي المناعة بتاعتي. طب والاجمل والاحلى بقى لو الحاجة دي كانت مليانة مضادات اكسدة وموجودة من الطبيعة ومفيش منها اي خطورة لو استخدمتها، فاقدر استخدمها وانا مطمن. وعلشان كده في حلقة النهاردة هتكلم معاكم عن اقوى واهم مكمل غذائي بيجمع بين كل الصفات والحاجات الجميلة دي. مش بس بيقوي المناعة، ده كمان بيقدم فوائد كتيرة جدا تاني للجسم. علشان تعرفوا هتكلم عن ايه النهاردة وكل حاجة عنه بالتفصيل، خليكم معايا لانها هتكون حلقة مهمة جدا. قبل اي حاجة ما تنسوش لايك الفيديو لو انت جديد معانا، اهلا وسهلا بيك. ما تنساش سبسكرايب في القناة وفعلوا علامة الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوز اللي انا بقدمها اول باول. وطبعا لو عندكم اي سؤال او اي استفسار سيبولي وانا هجاوبكم عليه. النهاردة هتكلم عن توميكس مكمل غذائي. على فكرة المكمل ده فعلا واحد من اهم المكملات الموجودة، وفي نفس الوقت هو امن جدا، تقدر تستخدمه وانت مطمن. ومش بس كده، هو اقوى مقاوم طبيعي للفيروسات. طيب تعالوا قبل ما نعرف كل حاجة عنه بالتفصيل نعرف الجرعة بتاعته، الاستخدامات. خليني اعرف حاجة مهمة، وهو المادة الفعالة الموجودة فيه واللي بتميزه عن اي حاجة تاني ممكن استخدمها. المادة الفعالة الرئيسية الموجودة في توميكس هي بودرة الثوم الجاف، ودي ميزة مش موجودة في حاجات كتيرة جدا تاني ممكن استخدمها، انه يكون عندي حاجة طبيعية زي الثوم وكلنا عارفينه وكلنا بنستخدمه، لكن بدل ما انا اخده بشكله الصحيح ريحته النفاذة وطعمه اللاذع، لا اقدر اخده بشكل كبسول من غير ما اشعر باي ريحة، او من غير يعني ما ابقى متضايق وانا بستخدمه. استخدمه براحتي جدا لوقت طويل وفي اي وقت، مش هيبقى فيه اي مشكلة. طيب تعالوا قبل ما نتعرف على الجرعة بتاعته خلينا نعرف اهم اربع استخدامات موجودين فيه. اول واهم واجمل استخدام، وهو تعزيز المناعة، لانه بيقوي من الجهاز المناعي وكمان بيزود من الكفاءة بتاعته، وده بسبب العناصر الغذائية كتيرة جدا الموجودة في الثوم. اما تاني استخدام، وهو استخدام مهم قوي، وهو انه بيحافظ على الحيوية والنشاط، مش بس كده بيزودهم كمان مع الاستخدام بتاعه. اما تالت استخدام مهم جدا فهو خاص بالبشرة او الشعر. بالنسبة للبشرة هو فيه عدد رائع جدا من المضادات، وفيه كمان خصائص مضادة للالتهاب، علشان كده بيحمي البشرة من كمية كبيرة من المشاكل اللي ممكن تتعرض لها. مش بس كده، كمان بيقيها من العلامات اللي ممكن تظهر فيها زي علامات الشيخوخة او علامات التقدم في العمر. اما بالنسبة للشعر فهو بيعزز نمو الشعر، ده لانه فيه عدد كبير جدا من الفيتامينز والمعادن، ومن اشهرهم فيتامين بي 6 والمنجنيز والسيلينيوم. اما رابع استخدام، وهو انه مفيد جدا في حالات كتير، ومن اشهرهم حالات السكري، لانه بيقلل من مستويات السكر في الدم، وكمان حالات الضغط الدم المرتفع لانه بيقلل من الضغط المرتفع، وطبعا حالات تصلب الشرايين لانه مع الوقت ومع الاستخدام بيقلل بشكل كبير جدا من تصلب الشرايين. وبعد ما عرفنا اشهر واهم الاستخدامات خلينا نعرف الجرعة بتاعته. الجرعة بسيطة وسهلة جدا، الجرعة هي 2 قرص يوميا فقط قبل الفطار، وبكده تاخده مرة واحدة بس مركزة، هي مرة الصبح قبل الفطار، وتقدر تستمر اليوم كله تستفيد بكل الفوائد بتاعته. توميكس هتلاقي فيه منه علبتين،
اول علبة وهي توميكس العادي، وبيكون تركيز بودرة الثوم الجاف الموجودة فيها 200 ميلي جرام، وفي ده اللي هو توميكس بلس، وده بيزيد شوية عن التوميكس العادي، ان تركيز بودرة الثوم اللي بتكون موجودة فيه بتوصل ل 300 ميلي جرام. يبقى اللي يفرق التوميكس من التوميكس بلس هو تركيز بودرة الثوم الموجودة فيهم. طيب نيجي لسؤال مهم جدا، هل هو متوفر واقدر اشتريه من فين؟ توميكس وتوميكس بلس متوفرين، مفيش منهم اي مشكلة، تقدر تسأل عنهم في اي صيدلية هتلاقيهم موجودين. اما بالنسبة للاسعار بتاعتهم هسيبها في صندوق الوصف وكمان في الكومنت المثبت. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة وقدرت اقدم لكم معلومات مفيدة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناة، واهم حاجة شاركوا الفيديو مع غيركم علشان اكبر عدد منه يستفاد. واشوفكم على كل خير الحلقة الجاية ان شاء الله. باي باي.